مساء الخير. 14 ديسمبر 2012، يوم المفروض انه يكون يوم تاريخي، والمفروض ان احنا نتذكره ان شاء الله، نتذكره بالخير، والنهاردة وبكرة والاسبوع اللي جاي كله يعدي على خير. لا شك ان احنا بنمر بفترة صعبة. كان عندنا عمارة وقعناها للثورة، والان بنبني عمارة جديدة. العنوان الكبير كان عندنا دولة، وانتقلنا الى حالة الثورة، دولة باستقرارها والثورة بكل ما فيها من تغيرات. الان نحن ننتقل مرة اخرى من الثورة الى الدولة. فترة بناء الدولة بيكون بطريقة من اتنين، اما بالتوافق، وده اللي مع الاسف فشلنا فيه، والتاريخ هو اللي يحكم كان ايه اسباب الفشل. انما عادة لما بنشاور على حد ونقول انه فشل، بندور اولا على مين اللي قاعد على مقعد القيادة، مين اللي بيسوق الاوتوبيس. دي بتبقى نقطة البداية. هو بقى يقنعنا بانه حاول انه يعمل توافق وفشل، ده موضوع تاني. انما من حيث المبدأ، المسؤولية بتكون على من هو في منصب القيادة او في مقعد القيادة. يبقى عندنا احد منطقين واحنا بنبني العمارة الجديدة، اما نحن نتوافق نتفق، او منطق وضع اليد، ان الاقوى يفرض وجوده على الارض وعلى المتضرر انه شوف له صرفة بقى، لانه الاقوى فرض ارادته. لا شك انه من الدولة الى الثورة ومن الثورة الى الدولة كلاهما مخاض صعب. عادة اثناء الثورات بيكون في رؤيتين مختلفتين للثورة ومداها الزمني، ومتى تهدأ المكينة، ومتى ينتهي قانون القوة ويبدأ أو تبدأ قوة القانون. هل يكون الحكم بعد الثورة لطليعة الثورة؟ الناس بتفكر كده، احنا اللي قمنا بالثورة، احنا اللي أشعلناها، يبقى احنا اللي لازم نوصل للثورة. ثورة 52 كانت حاجة شبه كده. أم يكون الحكم وفقا لآلية ما، ممكن تكون آلية ديمقراطية، بما تعني عشان تكون ديمقراطية حقيقية، ديمقراطية الوصول للسلطة، وديمقراطية ممارسة السلطة، وديمقراطية الخروج منها. احنا امام هذا الاختيار. هل الثورة تفضل مكملة لغاية ما طليعة الثورة يوصلوا للحكم، ولا نيجي عند نقطة ونقول لا اقف، احنا نرجع للناس وكل واحد يقدم وجهة نظره من خلال صندوق الاقتراع. وفي الحالتين، سواء كانت الطليعة هي اللي هتحكم او هيكون في انتخابات، لازم يكون في دستور بعد الثورة حتى تبدأ الدولة الجديدة. لا شك ان في كل ثورة لابد من وجود عقلية ثورية، طريقة ثورية في الامور. فلا يمكن ان ننسى ان هي دي العقلية الثورية اللي قادت مثلا الناس في ثورة 19، وفعل اجدادنا الكثير مما نعيش بعضا من ملامحه الان، بما في ذلك سقوط جرحى وقتلى، وقطعوا السكك الحديد، وعطلوا المواصلات التلغرافية والتليفونية. كل ده كان موجود، ما بقولش ان احنا لازم نعمل ده، بس بقول دي جزء من الثورة. وكانت جنازات الشهداء آنذاك من الثوار تؤجج الغضب، وهو ما جعل الانجليز يطلقون سراح سعد زغلول وصاحبه من المنفى. وشفنا بعد كده حاجة اسمها تصريح 28 فبراير سنة 22، ثم قبلوا بالضغوط من أجل دستور 23، وهو دستور الذي هاجمه كثيرون بضراوة ليست بعيدة عما نراه اليوم. ثم عادوا ودافعوا عنه ضد دستور 30 الذي كان أكثر استبدادية قطعا، مما ترويه لنا الكتب أن الدكتور طه حسين كتب ناقدا دستور 23 وقال: لست أرضى عن هذا الدستور الرضا كله، ففيه نقص وفيه تشويه وفيه نصوص لا بد من تغييرها. وكان من المواد اللي هو يعني لم يكن سعيدا بها مادة أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام. بل أن دستور 23 كمان مش بس كان فيه جانب من المثقفين غير راضيين عنه، لا، ده كان فيه قوى أخرى رفضوا كثيرون لأسباب مختلفة. الملك فؤاد لم يكن راضيا عنه، لأنه كان يؤسس لبذور الملكية الدستورية بأن يعطي للبرلمان الحق في تشكيل الحكومة وطرح الثقة بها، وهو أي الملك فؤاد كان يريد هذا الحق لنفسه منفردا. بل إن سعد زغلول قائد ثورة 19
رفض تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد دستور 23. ووصفها بأنها لجنة الأشقياء. بل الوفد قاطع الاشتراك في أعمال هذه اللجنة. حتى الاشتراك منه كانوا اثنين لكن بصفة شخصية. وكان يرى آنذاك وجوب صياغة الدستور بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة. مش لجنة يعينها الملك. لأنه كان يرى أن اللجنة اللي هيعينها الملك هتبدو كما لو أنها تابعة له ويسهل أنها تتلاعب في الدستور متى أراد هو أن يتم التلاعب في الدستور سواء أثناء كتابته أو لاحقا. يبقى الملك رفض الدستور، جانب من المثقفين الكبار اعترضوا على بعض نصوص دستور 23، قائد الثورة رفض تشكيل اللجنة التي صاغت الدستور، ومع ذلك بقى في دستور، خرج دستور 23 للنور. والحقيقة أصبح علامة فارقة في تاريخنا على كل عيوبه، وأسوأها كان أن الملك احتفظ بحق أن يحل مجلس النواب بقرار منفرد منه، وهو ما أساء استخدامه الملك فؤاد بالفعل لما حل مجلس النواب في يوم بعد 8 ساعات. يعني انتخب المجلس، مجلس النواب اجتمعوا، راح ألقى خطاب العرش يومها الصبح أو خطاب الافتتاح البرلمان يومها الصبح، و بعد 8 ساعات راح حلوا مشاكل تفاصيلها مش مهمة، إنما اتحل مجلس نواب في نفس اليوم. كان الكلام ده في 23 مارس سنة 25. ليه؟ لأنه ما احترمش إرادة الشعب. صحيح إنه النص كان بيسمح له، لكن في نفس الوقت الروح الدستورية الكامنة في النص لم تكن في ذهني، وهو ما يجعلني ويجعل ناس تانية أعقل مني بيقولوا القضية مش بالضرورة في النصوص بقدر ما هي في العقول اللي ستتلقف هذه النصوص وتعمل بمقتضاها. مهما أحطنا أي دستور بقيود ومحاذير لأنه قابل للتعديل، إلا إذا كنت ناوي تعمل دستور ما بيتغيرش. والحقيقة ما فيش دستور ما بيتغيرش إلا إذا كنا هنخترع حاجة نقيد بها أنفسنا إلى الأبد، زي ما يقولون في التراث شاء الله ألا يتم إلا كتابه. كتاب الوحيد اللي تم وكمل هو القرآن الكريم، طبعا ده عند المسلمين ويعتقد في غير ذلك غير المسلمين. ورغما عن كل الانتقادات اللي وجهت الدستور 23، هيذكر التاريخ ولا يزال يذكر لوزارة عبد الخالق ثروت باشا والراجل ده شخصيا أنه نجح في أنه يعمل حاجة بدت كأنها معجزة. عمل دستور ما كانش موافق عليه كليا الملك، ولا موافق عليه كليا الإنجليز، ولا موافق عليه كليا الوفد، ولا موافق عليه كليا المثقفين. أي أن كل هؤلاء قبلوا الدستور رغما عن الحرب الشعواء التي كانت تشن ضده كشخص وضد لجنته وضد الدستور اللي طلع منه. الطريف أن الجميع عرف قيمة الدستور 23 والدور اللي لعبته هذه اللجنة لاحقا لما الملك فؤاد ومعاه إسماعيل صدقي باشا عملوا دستور 30. دستور 30 ده كان دستور كارثي كده، حاجة تدي الملك صلاحيات لا نهائية. وناضلت الأمة، أنا أرجو بس هنا أن المفارقة التاريخية تكون في ذهننا، الأمة ناضلت من أجل عودة دستور 23 حتى عاد العمل به. القضية مش في الكلام، ما هو هنا كلام وهنا كلام، القضية أن الناس فهمت يعني إيه دستور نلتزم به وبيجيب لنا حقوقنا، ويعني إيه دستور بنرفضه لأنه ما بيجيب لناش حقوقنا. بالفعل عاد العمل بدستور 23 سنة 35، بل إن لو حضراتكم تفتكروا البيانات الأولى لثورة 52 كانت بتتحدث عن احترام الدستور وإن الملك ما كانش بيحترم الدستور، وكانوا بيتكلموا ساعتها عن دستور 23. إذن يبدو أننا أبناء مخلصون لآبائنا. يظهر إن هم ما كانوش بيعرفوا إزاي يتفقوا وما كانوش بيعرفوا إزاي يختلفوا، كانوا بيشوهوا بعض للأسف. مما قرأت في لغة تخوين عالية جدا جدا جدا، ويظهر ان احنا الجين ده فضل ينتقل داخلنا من ساعتها لغاية النهاردة. ربما ابالغ قليلا او كثيرا تحت تأثير ضغوط اللحظة، لكن اقول انه من يقرأ كيف هاجم الاحرار الدستوريون مثلا الوفديين لانهم قبلوا دخول انتخابات 24 بعد ان عارضوا وقاطعوا لجنة 23 ثم رفضوا الدستور ذاته، بمعنى ان الوفديين قطعوا اللجنة قطعوا دستور 23، ولما حصلت انتخابات 24 دخلوا الانتخابات وفازوا باكتساح.
كمية الانتقادات اللي وجهت لهم من خصومهم السياسيين وعلى رأسهم الأحرار الدستوريين الحقيقة مش بعيدة عن اللي احنا بنشوفه وبنسمعه النهاردة سنة 2012. نفس الكلام، اتهامات بالعمالة والتخوين والتهديد بأن التاريخ لن يرحم وأن الناس سقطت من, من, من احترام الآخرين وأن فلان سقط من نظري، نفس الكلام اللي بتقال في المناسبات اللي زي كده، وكأننا بنكرر التاريخ. لا نعرف كيف نختلف ولا نعرف كيف نتفق. الملفت للنظر انه سعد الزغلول رغم انه كان بيتبنى ويتشدد جدا في موقفه من لجنة الـ30 اللي عمل الدستور 23، هو اللي جه بعد كده وتصالح مع الدستور وتبنى رؤية اصلاحية حين رد على منتقديه من الاحرار الدستوريين اللي قالوا له بانه موقفه يتسم بالنفاق والانتهازية. دي التعبيرات كانت بتستخدم لانه ينفذ ما يستنكر، يعني انت بتعمل حاجة انت استنكرتها. قال سعد زغلول باشا ان الاستنكار شيء والتنفيذ شيء اخر، وهي ما كان رأينا فيما فعله سعد باشا او ما فعله ثروت باشا. فبمنظورنا الان نسأل، هل لأحدهما فضل عن الاخر؟ واحد لحد بعيد حاول يحقق مكاسب ما من خلال الدستور في ظروف صعبة، والتاني رفض بشدة هذا الدستور. هل نقدر نقول النهاردة ان اي منهما كان خائنا وان الاخر كان وطنيا؟ هو نظرتان مختلفتان للثورة تفضل لحد امتى ثورة، وندفع قد ايه تكاليف دماء وارواح واموال. هؤلاء هم الذين صنعوا التاريخ الذي عاشه الاجداد والمفروض ان ندرسه الان. النضال من اجل دستور او النضال ضد الدستور له سوابق في تاريخنا، والعاقل اللي يعرف ان بعد يوم الاستفتاء في يوم تاني، وينفعش نحرق كل المراكب واحنا بنتناقش، لازم يكون في احترام لفكرة ان في واحد تاني ليه وجهة نظر اخرى. المبالغة في الرفض والمبالغة في القبول اعتقد انها بتصعب فكرة ان نتعايش بعد ذلك. غياب التوازن السياسي على الارض مشكلة، وانا في رأيي ان دي اكبر معضلة لا الدستور ده ولا اي دستور تاني. هات لي 100 دستور واضربهم في الخلاط وطلع لي دستور جديد. طالما ان التيار المحافظ دينيا بيفوز في الانتخابات والتيار غير التيار الليبرالي او اليساري او القومي ما بيفوزش ابدا باغلبية في اي منصب او في اي برلمان او مجالس البرلمانات او في المجالس المحلية، طيب ما هو يعني في عند هؤلاء ما يشبه التفويض الشعبي بينهم يحكموا. وبالتالي في رسالة قوية على القوى اليسار، على القوى الليبرالية، على القوى القومية، عليكم أن تتواجدوا بين الجماهير بمعدلات أعلى تقنعهم برؤيتكم وتبصرهم ببرامجكم. لا أعتقد، أنا رجل يعني بفهم شوية، ربما يعني واحد على مليون في المحتوى السياسي اللي مكتوب في البرامج، لا أعتقد المحتوى الفكري أو البرامجي للقوى المحافظة دينيا أفضل أو أعمق بأي حال من نظيراتها اليسارية أو الليبرالية أو القومية. ما تقنعنيش إن برنامج على الحزب ألف أو ب أو جيم الإسلامي ولا المحافظين أفضل بالضرورة من حزب ب أو جيم أو دال اليساري أو القومي أو الليبرالي. لكن المعضلة هي غياب القيادة، غياب الرؤية، غياب مهارات التواصل السياسي على الأرض اللي في النهاية المفروض تضع كل طرف في وزنه الطبيعي. لعلها بداية موفقة للغاية أن تعلن القوى الليبرالية واليسارية عن مشاركتها في الاستفتاء غدا، وأنها ستقول لا وهذا حقه. هذه مقدمة مهمة حتى تستعد للانتخابات البرلمانية بعد شهرين إن أقر الدستور، أو أن تساهم بفاعلية في كتاب الدستور جديد إن لم يقر هذا الدستور. ولكن دعوني أهمس في أذنهم ببعض الملاحظات على عسى أن تفيد. أولا، ليس من المنطق في شيء ونحن ننتقد الدستور ده أو أي دستور أو أي فعل يأتي به الطرف الآخر ألا نرى فيه شيئا إيجابيا واحدا، لأنه لعبة شيطنة الآخر وشيطنة الشيء بتنال من مصداقية المتحدث. أكيد هناك ولو شيء واحد إيجابي نشير إليه، لا أقول من باب الإنصاف ولكن على الأقل من باب حسن السياسة وخلق مساحة من المصداقية علشان الناس ما تشوفش إن المعركة دي معركة سياسية، أنا لازم أشوه كل حاجة بيعملها دول لأن هم أعدائي السياسيين. لا، طب
ناقشوا بموضوع يقول اه في 3 4 حاجات ايجابيه وفي 20 حاجه سلبيه، لا مفيش اي حاجه ايجابيه، بيخليك امام اللي بيدور على بديل للطيارات المحافظه دينيا انك مش موضوع. ثانيا، نعم لابد من الاستجابه لنبض الشارع، ولكن المتوقع من النخب كذلك ان توسع دائره البدائل المتاحه للجماهير اللي عاده بيحركها الغضب، الغضب الراديكالي والنزعه نحو تدمير كل ما انجزناه حتى الان حتى لو تحفظات عليه. ده يناسب العقليه الراديكاليه، لكن المطلوب من معظم القيادات انها تقدم بدائل في حدود، في طبعا اقتراحات العوده لدستور 71، بس انا رايي انه اتاخر سنه ونص سنتين، كان ممكن نقبل بدستور 71 ويكون هو دستور الفتره الانتقاليه، والحقيقه كانت هتكسب القوى الليبراليه اللي قالت لا في مارس 2011 كتير جدا لو كانت ابقت على دستور 71، انما خلاص اللي حصل حصل. لكن الان في عوده للكلام عن دستور 71، وده لا يبدو يعني هينفع الا اذا كنت هتعملها بوضع اليد، انك هتجبر الطرف الاخر على كده، والطرف الاخر يعني من يعطون اصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات يريدون رؤية بديلة، مش بس حد عمال ينتقد ينتقد ينتقد، لا رؤية بديلة، طريقة أخرى في معالجة مشاكل المجتمع، مش بس إن احنا بننتقد الرؤية اللي موجودة في السلطة. ثالثا، الانسحاب من أي فاعلية، كتابة الدستور، حضور مؤتمر، دعوة للحوار، له مخاطره. في واحد كده كان اسمه جرامشي، ده فيلسوف ماركسي إيطالي، أنا مش هدخل في التفاصيل، أنا الراجل كان بيقول لك لو عندك حرب تقدر تناور فيها ناور فيها، كان بيسميها حرب المناورة، يعني استفيد من الثغرات والفرص المتاحة، ما يبقاش دايما تفكيرك هو حرب المواقع، أي الدخول في مواجهة شاملة، لا أنا مش هقعد، لا أنا مش هقبل، أنا مش هتحاور، أنا مش هشارك. طبعا أنا متفهم أن في أسباب شخصية وسياسية وحزبية ووطنية جعلت من انسحب من الجمعية التأسيسية انسحب، وأن من قاطع ولا يزال يقاطع الحوار الوطني في الرئاسة يقاطع، ولكن السؤال الناس اللي بتسأله هو ايه العائد على الأمة، ايه العائد على الوطن، ايه العائد والتكلفة الشخصيين والحزبيين من كل قرار، متهيألي واضحين، ولكن السؤال ماذا كسبت مصر، غير ان بعضا من ابنائها سجلوا مواقف ضد مجموعة اخرى من ابنائها، وظهر دستور كان يمكن ان يكون افضل شكلا او مضمونا لو كنا شاركنا فيه جميعا، لكن خلاص الفرصة ضاعت. رابعا، لا يوجد عندي اي تعاطف مع اي من اي نوع مع مجموعه القرارات اللي اتخذها الرئيس مرسي، بالذات الجزء الخاص بالاعلان الدستوري. جزء من الاجواء الملبده والغيوم اللي احنا عايشين فيها النهارده دي بسبب الاعلان الدستوري اللي اتخذه، وانا نفسي افهم ايه اللي بيحصل قبل ما بتتخذ هذه النوعيه من القرارات. الحقيقه هو وعد، وعد انه سيدعو الناس المنسحبة من الجمعية التأسيسية ان هم ييجوا، لكن هو ما عملش ده، الموضوع بالنسبة له كأنه رأى رؤية اخرى ولا حد اداله معلومات تانية، انا ما اعرفش ايه اللي حصل في اليومين الثلاثة اللي قبل ما اعلن اعلانه الدستوري، ما اعرفش، زي ما انا مش عارف حتى الان هو ايه اللي حصل للمجلس العسكري خلال اليومين ما بين يوم 27 ويوم 30 مارس 2011. يوم 27 طلعوا بيان رقم 28 حضرتك تفتكروا، قالوا فيه غير صحيح ان احنا هنقعد لغايه 2012 وان احنا هنعمل انتخابات بسرعه خلال 6 شهور، وفجاه عملوا الاعلان الدستوري في 30 مارس 2011. ايه اللي حصل في اليومين دول؟ ايام معدودات جدا سبقت الاعلانين الدستوريين، مره مع الدكتور مرسي ومره مع المجلس العسكري، والحقيقه ان كليهما خطأ، دفعنا وسندفع ثمنهما غاليا لفترة طويلة قادمة. أي ما كان موقفنا من الاستفتاء فسيكون بعد الاستفتاء أيام أخرى علينا أن نستعد لها بألا نميل كل الميل، وأن نرى الفرص المتاحة مع كل بديل، وليحفظ الله مصر من كل أعدائها ومن بعض أبنائها أيضا. فاصل سريع ونرجع نطلع على أخبار اليوم. جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد أنها لا تضع العراقيل لمنع عملية الاستفتاء على الدستور، وتؤكد مشاركتها رغم عدم وجود الضمانات التي طالبت بها.
الجمعية التأسيسية للدستور تعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح بعض النقاط بشأن مشروع الدستور. مظاهرة للإخوان المسلمون أمام مسجد رابعة العدوية بمشاركة ائتلاف القوى الإسلامية تأييدا لمشروع الدستور. متظاهرون يواصلون الاعتصام في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور. اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للدستور في محيط مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية تخلف 20 مصابا وحرق 3 سيارات. المصريون في الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور لليوم الثالث على التوالي.